من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأرحب بكم في الفقرة التحليلية. كما يمتد ترحيبي بمن يشاركني هذه الفقرة، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ الجميل الفاضل. أستاذ الجميل، دائما ما أسعد بحضورك، أهلا وسهلا. مرحبا محمد، وصباح الخير. صباح الأنوار عليك. ونذهب إلى تحليل عناوين الحلقة، والبداية بصحيفة السوداني، إذ جاء فيها رئيس مجلس السيادة يؤكد حرصه والتزامه بدعم وإنجاح الفترة الانتقالية. في التفاصيل، إذ أكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي حرص والتزام الحكومة بمكوناتها المختلفة بالعمل على إنجاح الفترة الانتقالية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة تفضي لحكومة مدنية منتخبة. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه أمس بالسفير البريطاني لدى السودان جيلز ليفر، والمبعوث الخاص للحكومة البريطانية للسودان وجنوب السودان روبرت فيروزور، وبحضور الملحق العسكري البريطاني. وأطلع رئيس مجلس السيادة الوفد البريطاني على الوضع السياسي الراهن بالبلاد والجهود المتواصلة للعبور بالمرحلة الانتقالية إلى مبتغاها عبر تحقيق السلام والأمن والاستقرار بالبلاد. وامتدح العلاقات التاريخية التي تمتاز بالخصوصية بين السودان وبريطانيا، والتي كان لها الأثر والقدح المعلى في التعاون في العديد من المجالات. أستاذ الجميل، دعنا نقف على حديث رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وهو يؤكد حرصه والتزامه بدعم وإنجاح الفترة الانتقالية، وهو ذات الحديث الذي تجمع عليه جميع القوى السياسية بدعم الانتقال الديمقراطي وإنجاح الفترة الانتقالية. كيف تقرأ هذه التصريحات؟ نعم، بعد تفجر الأزمة وضح أن كثير من التأكيدات اللفظية التي تأتي من هذا الطرف أو ذاك، والحديث عن الحرص وإبداء الرغبة في الالتزام بالوثيقة الدستورية أو باستكمال الفترة الانتقالية أو بدعم الفترة الانتقالية أو باستكمالها أيا كان، هناك عدة نظرات إلى هذه التصريحات. هذه التصريحات في تضاعيفها تحمل رؤى متباينة بين كافة الأطراف. المكون العسكري يرى بشكل أو بآخر أن دوره في رعاية ودعم الفترة الانتقالية هو دور الوصي على الفترة الانتقالية، كما جاء في بعض المخاطبات في معسكرات الجيش. التباين ينشأ في تفسير وفك طلاسم هذه الجمل والعبارات، ولو أردنا تفكيكها نجد أن العبارات جيدة تحمل معنى كغلاف خارجي متفق عليه، ليست محل اختلاف. لكن عندما كل طرف من الأطراف يذهب في اتجاه تفسير ما يريد أن يقول، هو يذهب إلى معنى يختلف عن معاني الأخرى. يعني كما يقال، كل يغني على ليلاه، وبالتالي لكل ليلة تختلف عن ليلة الآخر. الكلام عن إنه الفترة الانتقالية وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة أيضا يحمل إشارات مزعجة ومقلقة. يعني معلوم أن الفترة الانتقالية تم وضع خارطة لها، هذه الخارطة التي حددت الفترة الانتقالية ب39 شهرا، وزعت إدارة هذه الفترة خاصة فيما يتعلق بمجلس السيادة الانتقالي 21 شهرا للمكون العسكري و18 المتأخرة للمكون المدني. يأتي دائما تصريح من قبل العسكر بأنهم هم يسلمون الحكومة المنتخبة، يقفزون على الأشهر 18 التي نصت الوثيقة على أنها ستتم بأيدي المدنيين. عندما تأتي الانتخابات، من المفترض أن يكون هناك رئيس مدني لمجلس السيادة الانتقالي، وأن يكون هناك رئيس وزراء مدني، وبالتالي المدنيون الذين يديرون الفترة الانتقالية هم الذين سيسلمون السلطة إلى الحكومة المنتخبة وليس العسكريين. العسكريين باستمرار ظلوا يتحدثون عن أنهم لن يسلموا هذه السلطة إلا للحكومة المنتخبة. هذا يحمل أيضا معنى وتفسير يختلف حتى عن كافة التفسيرات للوثيقة الدستورية أو الإعلان الدستوري أو هكذا. تأتي مثل هذه التأكيدات عقب اجتماعات مع وفود أجنبية، مع مبعوثين أجانب، مع دول غربية، مع شخصيات. عندما تأتي دائما يأتي التمسك بالتعهدات التي وقعها المجلس العسكري الانتقالي آنذاك مع قوى الحرية والتغيير، وبالتالي هذا يعني فيما يعني أن الشكوك أيضا
تطرح في الطاولة في هذه الاجتماعات أن هناك شكوك في مدى التزام المكون العسكري بما وقع عليه ومهره في الوثيقة الدستورية، ولذلك تخرج مثل هذه التصريحات التي تؤكد التمسك والالتزام بالوثيقة والالتزام بالانتقال الديمقراطي كقاية وتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة. لكن كل طرف من الطرفين، الطرف المدني أو الطرف العسكري، له تفسير مختلف عن الآخر. أنا في تقديري القضية ليست في مثل هذه التأكيدات اللفظية، القضية في المحتوى الذي يريد أن يعبر عنه كل طرف عن فهمه لهذه الوثيقة. وأعتقد أن الاتفاق نفسه تم تحت وطأة الضغوط الخارجية، هناك أكثر من 8 شركاء، اتحاد أفريقي، إثيوبيا آنذاك، التشاد، دول مختلفة كانت مشاركة في يوم التوقيع على وثيقة 17 من أغسطس في العام 2019، المنظمة الدولية ذات نفسها كانت شريك في هذه العملية. أنا أعتقد أن الجهات التي وقعت كضامنين على هذه الوثيقة، أيضا المكون العسكري باستمرار يحاول جمع كافة سفراء دول الاتحاد الأفريقي قبل فترة، فريق أول عبد الفتاح البرهان، وأراد أن يؤكد تأكيدات مماثلة، لكن في ذات الوقت يريد أن يقول العسكريون يريدون أن يقولوا أن المدنيون قد خرقوا هذه الوثيقة، قد خانوا هذا العهد، قد خانوا هذا الميثاق، نحن المتمسكون بهذا العهد ولنا رؤانا في عدم ترك البلاد تنزلق إلى الفوضى، التفلت الأمني الذي بات سمة في هذه المرحلة، القلاء الفاحش، حالة ما يشبه الجوع في البلاد، معاناة المواطنين، كل هذه العوامل والمعطيات يؤسس لها لخطوة يراد الترويج لها بشكل أو بآخر. في تقديري أن الأمر إلى الآن لم يحسم بشكل قاطع ولم يستبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هناك الآن وجود كثيف لمبعوثين دوليين إلى جانب هذا اللقاء الذي ورد في هذا الخبر من قبل المجموعة البريطانية بما فيها المبعوث البريطاني للسودان وجنوب السودان، لكن في تقديري الآن مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية للقرن الأفريقي، مبعوث خاص من الاتحاد الأوروبي، هناك مبعوثون كثر الآن، يبدو أن الاهتمام و تتحرك هذه الدول في العادة بناء على معلومات أكثر دقة، هي تعلم ما الذي سيجري، تعلم ما هي النوايا المبيتة، تدرك الخطوات الأولية. لكن أستاذ الجميل، نعم، الآن يعني عندما نطالع هذا المشهد بشكل عام يتحدث الجميع عن أن الخلاف أصبح مدنيا فقط ولا علاقة للعسكر، هذا ما يقرأه، ويستند البعض على أن الآن مجموعة الحرية والتغيير، مجموعة الأربعة أو الحرية والتغيير، مجموعة الميثاق الوطني في الخلاف الكبير ولا علاقة له بالعسكر. تحدث البعض الآخر عن أن مجموعة الميثاق الوطني تجد الدعم والسند من المكون العسكري. هذا التوتر السياسي الذي يحوم حول البلاد، هل هناك من أي مؤشرات تدعو أو تؤكد بأن ما يتحدث عنه جميع القوى السياسية بأننا نسعى إلى الانتقال الديمقراطي والتحول الديمقراطي، هل سيتحقق هذا الحديث؟ هل هناك أي مؤشرات إلى ذلك؟ أولا، تاريخ الانقلابات العسكرية في السودان، تاريخ الانقلابات العسكرية في السودان يقول أن الانقلاب العسكري عندما يقع يكون هناك محللون، من يقومون بدور المحلل المدني للانقلاب العسكري. هذا حدث في انقلاب 17 نوفمبر 1958 للفريق إبراهيم عبود، وبعد أن اتهم رئيس الوزراء آنذاك السيد عبد الله خليل بأنه قد قام بعملية تسليم وتسلم، وصدرت بيانات من السيدين السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي المرغني بتأييد الانقلاب، يصبح هناك دور للمدني يتقدم في الصدارة على دور الشخص العسكري. هذا حدث في انقلاب مايو أيضا 25 مايو 69، بدأ أن تحالف القوميين العرب والحزب الشيوعي أو الشيوعيين السودانيين هو الذي قاد
العملية الانقلابية. هذا الذي حدث في 30 يونيو في العام 89. لذلك أنا لا أريد أن يعني أن نفصل، نقول هذا الصراع صراع مدني مدني ولا علاقة للعسكر به. عادة العسكر يتوشحون هذه العمائم والجلابيب ويجعلونها في صدارة المشهد، يجعلونها تتقدم ويقولون أن الأمر ليس رغبة وإدارة للعسكريين، وأن هذا الطرف المدني قد استغوى أو استنجد بالعسكريين لكي يحافظوا على بيضة البلاد وتماسكها وحدودها وعدم انزلاقها إلى الفوضى. السيناريو الذي نشهده الآن لا يختلف كثيرا، يعني لا يختلف كثيرا عن سيناريوهات سبقت لفكرة الانقلابات العسكرية. لذلك الاتهام أن القوات المسلحة تسعى القوى السياسية المختلفة لامتطاء ظهرها ولتحقيق غاياتها وأغراضها السياسية بالصعود على ظهر هذه الدبابات لبلوغ القصر الجمهوري. البعض يعتقد أن شارع القيادة العامة هو أقصر طريق إلى قصر الرئاسة في الخرطوم، ويظن أن هذه المعادلة ظلت تاريخيا تؤكد حضورها باستمرار. لذلك يستعجب البعض ويستغربون أن بعض المدنيين يبدون في المشهد ويقولون لن نرجع حتى البيان يطلع وهم مدنيون، ويستغربون مثل هذه الدعوات وهذه الرغبات وهذه الأشياء التي يبديها البعض كما أشار الأستاذ طاهر المعتصم في العمود. يعني لكن في الحقيقة هذا في التاريخ موجود، يعني هو حمل على الشريف زين عبدين الهندي في مقولته الديمقراطية لو جرها لو خطف كلمة بنقول له جر. صحيح في قاموس السياسة السودانية هناك كثير من المقولات التي ظلت تحرق البخور حول العسكر، والأمر هذا يبدو أنه جزء من سيناريو ظل يتكرر من حين إلى آخر. يظهر مدنيون يقدمون مطالبات، مدنيون يشخصون حال البلاد وأنها الآن هذه الأحوال لن يجد سوى المؤسسة العسكرية. هل تعني أو تشير إلى أن هذا السيناريو سيتكرر الآن؟ أنا في تقديري أن هذا السيناريو يعني المؤشرات كلها تقول أنه قد أخفق ولن يحقق مبتقاه. حتى الآن استطاعت الرسائل أن تصل إلى الكافة. أنا أعتقد أن الشارع السوداني الآن كله يدرك بشكل كامل أن هذا السيناريو لا علاقة له بصراع داخل الحرية والتغيير، وأن هذا الصراع أو أن هذا السيناريو لا علاقة له بتصحيح مسار الثورة السودانية، وأن هذا السيناريو هو عبارة عن لكن الآن الشارع منقسم بكل أمانة وبكل مهنية. الآن الشارع منقسم، البعض الآن نتابع اعتصام القصر الجمهوري عبر المسيرة التي كانت يوم 16 من أكتوبر، وحتى الآن هناك مجموعة تؤيد الخروج يوم 21، و من يقف في المنتصف يقول من حق الجميع أن يخرج هنا أو يخرج هناك، في النهاية هم سودانيون يعبرون عن آرائهم. الشارع منقسم الآن. دائما محمد عندما نتحدث عن الحقوق والواجبات، يعني من حق أي شخص أن يفعل في إطار الحقوق المدنية والدستورية أن يفعل ما يشاء، لكن عندما تفعل أي فعل هذا الفعل هو الذي يكشف عن نواياك، يحدد محلك من الإعراب، تكون قد اخترت خندق أخرى، مدى الالتزام الأخلاقي والقيم الذي في اختيارك للسبيل أو لطريق الآن يحاسب من أركم مناوي، يحاسب دكتور جبريل إبراهيم أخلاقيا. تريد أن تسقط حكومة، أنت جزء من هذه الحكومة، أنت لم تتقدم باستغالتك من صحيح. هذه الحكومة، وفي ذات الوقت تنعي هذه الحكومة للناس وتقول أنها حكومة بائسة وفاشلة وأنها فاشلة اقتصاديا وأنت وزير مالياتها. يعني أنا أعتقد أن هناك محاكمات أخلاقية لكل من يقف موقف. يعني الحقوق من حقك أن تفعل ما تشاء، لكن يجب أن لا تنسى عندما تتخذ وتختار خيار وموقف أن هذا الخيار والموقف سيكشف عن وجهك الحقيقي، وأن هذا الخيار والموقف سيعرضك لمحاكمة في إطار الرأي العام. نعم، دعنا نقف هنا وننتقل إلى عنوان آخر وهو مرتبط بذات الحديث وذات القضية، إلى صحيفة الوطن، حيث جاء فيها: مجلس الوزراء يشكل خلية من كل الأطراف لحل الأزمة. في التفاصيل، إذ عقد مجلس الوزراء صباح أمس جلسته الطارئة رقم 3 برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس
رئيس الوزراء بجند واحد وهو الأزمة الراهنة بالبلاد. استعرض المجلس الوضع الراهن بالبلاد ووتيرة الأحداث المتسارعة خلال العامين الماضيين من عمر الفترة الانتقالية من خلال نقاش بناء وصريح وشفاف. أكد مجلس الوزراء حرصه التام على معالجة هذه الأزمة السياسية الراهنة من منطلق مسؤوليته الوطنية والتاريخية. وأمن مجلس الوزراء على أهمية الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية، سواء بين مكونات الحرية والتغيير أو مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري بمجلس السيادة الانتقالية، وذلك لهدف ولذلك الهدف. فقد قرر تشكيل خلية أزمة مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي. دعنا نقف على تشكيل خلية أزمة قبل أن أذهب إلى طريقة رئاسة مجلس الوزراء، كيف تدير الأزمات والخلافات السياسية. دعنا نقف الآن على تشكيل خلية أزمة، كيف تقرأ هذه الخلية التي تشكل من كل الأطراف المختلفة لحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد؟ أنا أستطيع أن أقرأ هذه الخطوة بأنها هي دخول خارطة طريق رئيس الوزراء إلى حيز التنفيذ الفعلي. يعني هذه الخطوة هي إحدى البنود العشرة لمبادرة رئيس الوزراء، وبالتالي خارطة طريق رئيس الوزراء حتى الآن لم نسمع من يتخذ منها موقفا رافضا. وأن تبدأ خطوة عملية في اتجاه قبول هذه الأطراف الجلوس وتسمية ممثليها في خلية سداسية رأسها رئيس الوزراء، أعتقد أن هذا نوع من الإغرار والقبول. هذا إغرار من قبل المكون العسكري الذي سيمثل، من قبل شركاء السلام الذين سيمثلوا، من قبل غور الحرية والتغيير التي ستمثل. لكن البعض يشير إلى أن هذه الجماعات التي لا تلتقي في أفكار وفي رؤى وفي قضايا وحول مبادئ، دائما عندما تضيق فرص التمثيل، عندما يصبح هناك ممثلان فقط لمجموعة ما، تدب الخلافات بينهم. يعني ضعف وهشاشة عامل الصغة بين الأطراف، تدب الخلافات، ومن الذي سيمثل في آلية الأزمة، ومن الذي ينبغي أن يكون خارج طاولة آلية الأزمة. ربما نشهد أيضا بعض التقاطعات بين هذه المكونات، لكن أنا أعتقد أن خارطة الطريق وجدت دعم وإسناد كبير. محليا حتى الآن لم نسمع أصوات رافضة لهذه الخارطة. سبقت هذه الخارطة اتصالات ولقاءات ونقاشات ومشاورات بين رئيس الوزراء ومختلف هذه الكتل. يبدو أن رئيس الوزراء قد أضحى بشكل أو بآخر، هي النقطة الوحيدة التي يمكن أن تلتقي بين هذه المجموعات المختلفة. أعتقد أنه استطاع بمهارة كبيرة أن يمسك بكثير من الخيوط بيده، رغم أن المنصب أصلا لا يعطيه هذه الصلاحيات في الفعل السياسي المباشر، صلاحيات في الحديث عن تكوين المجلس التشريعي، صلاحيات هي صلاحيات خارج نطاق مهمته كقائد للجهاز التنفيذي. لكن الأزمة السياسية وضعت الدكتور عبد الله حمدوك في صدارة المشهد، وجد أنه لا سبيل، لا بد من ملء الفراغ، هناك فراغ عريض. هذه المجموعات لا تتفق على شخص قائد، هذه المجموعات لا تقبل ولا تسمع بعضها البعض، هناك حوار طرشان. يبدو أنه قد أراد معالجة هذا الأمر بما أملاه عليه الواجب الوطني. هنا الموضوع. نحتاج إلى طرح سؤال أيضا أستاذ الجميل. يعني من خلال خطاب رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، الخطاب وجد إجماعا كبيرا من القوى السياسية الداخلية بالرضا التام على هذا الخطاب، أيضا وجد إجماعا دوليا كبيرا جدا. لكن بعض المحللين المهتمين بهذه القضية انتقدوا رئيس الوزراء في عدم طرح حلول للمواطن، وكأنما أصبح رئيس الوزراء يشكو للمواطن أو يفسر المشاكل ولم يطرح حلولا. من خلال الآن خارطة الطريق التي تحدثنا عنها وتشكيل خلية الأزمة، هل نستطيع أن نقول بأن هذا طوق النجاة الذي يمكن أن يخرج البلاد من هذه الأزمة الخطيرة، ويمكن أن يجمع كل القوى السياسية المختلفة حول هذه النقطة؟
يعني أنا حتى الآن لا أستطيع أن أقول هذا، لكن أعتقد أن الميل يبدأ بخطوة، بدأت الخطوة الأولى، هذه الخطوة إلى الآن محل اتفاق معه. لكن في تقديري أن الذين يقولون بأن رئيس الوزراء ينبغي أن يتخذ قرارات ليس مطلوب منه أن يقوم بالتشريح المعملي، يجب أن لا يتحدث كمحلل سياسي، هذا الحديث مقصود به في ظل هذه الأوضاع المتوترة وبالغة الحساسية، مقصود أن تصدر قرار وهذا القرار يجعل هناك انقسام واختلاف. من يريدون هذا أصحاب غرض، أنا في تقديري يعني هذه العبارات التي تقال بهذه الكيفية وهذه الدعوة أن المسؤول التنفيذي يجب أن يتخذ قرار، وعندما يتخذ هذا القرار لابد أن يكون هذا القرار مختلف عليه من هذا الطرف أو ذاك، هذا ما يريدون، توريط رئيس الوزراء في هذا الحال، حال التجاذبات والاستقطابات وهكذا. أنا في تقديري أن رئيس الوزراء استطاع كأنما الآن هو يسير على حبل السيرك ويسير بمهارة وبتوازن، هذه اللعبة لعبة خطرة بحاجة إلى ويجعل هذه الخلايا التي يكونها أو اللجان التي يكونها هي التي تصدر القرار، ليس هو الذي يصدر القرار ليكون هو خارج تبعات المسؤولية. يعني لو أن رئيس الوزراء اتخذ قرارا بإلغاء مسار الشرق، هذا بشكل مباشر سيجعله في مواجهة الطرف. لو أنه قال أنا متمسك مثلا، نضرب به مثلا، لو قال أنه متمسك بمسار الشرق، هذا يجعله مباشرة في مواجهة آخر عندما يقول اجلسوا لي على مائدة مستديرة، وفي هذه المائدة المستديرة اتخذوا أنتم قراركم وأنا ألتزم بتنفيذي. أنا أعتقد أن مهارة رئيس الوزراء تتجلى في هذه الصيغة التي يدير بها البلاد. هذا كلام إيجابي جدا. نعم. وهل هذا التحليل أو هذا الحديث يمكن أن يبعث الطمأنينة في المواطن السوداني وفي الشارع السوداني الذي أصبح الآن منقسما، وخصوصا هناك يعني خارطة سير تم وضعها لمشهد 21 من أكتوبر بالعبور عبر القصر الجمهوري، والأغلب حذر من أن هذا الخط الذي تم وضعه هو لنصب كمين لكي نشهد دماء. كيف يمكن أن نحفظ الشارع حتى لو انقسمت الآراء مع كل مجموعة تأخذ حقها في الاعتراض أو بتوصيل صوتها، لكن كيف يمكن أن نجنب البلاد مجزرة أخرى؟ أنا في تقديري أن الديسمبريون أكثر وعي من هذا، لا يريدون يعني يظلوا في مواجهة حزب مدجج حتى أسنانه بترسانة عسكرية مسلحة بأجهزة وكتائب ظل وأجهزة موازية وأشخاص لا تعرف هويتهم، كانوا ملثمين في الشوارع والطرقات، وهجوم التاتشرات على البيوت والمنازل وترويع الآمنين، تمسكوا بهذه السلبية في ظروف أصعب من هذه الظروف. الآن هناك مناخ حريات، هناك رأي ورأي آخر، هناك مساحة للتعبير، برغم أن هذه القسمة قسمة ضيزة، عندما يأتي القانونيون والمحامون بمذكرة لكي يسلموها إلى القصر الجمهوري يقبل القصر الجمهوري ويواجههم أيضا ويشتت شملهم في تلك اللحظة، وعندما تأتي هذه المجاميع التي تعبر عن كتل أخرى يفسح لها الباب على معرض. طيب لماذا لا نقف هنا ونطرح العنوان القادم الذي أيضا تحدث عن مشهد من المشاهد عبر هذا الاجتماع؟ دعنا نذهب إلى صحيفة سودان تريبيون ومنها نطالع: الشرطة تفرض طوقا أمنيا على مقر مجلس الوزراء وتمنع معتصمين من وصوله. في التفاصيل، إذ وسع معتصمو جماعة ميثاق الوفاق الوطني لوحدة الحرية والتغيير وحاولوا التوجه إلى مجلس الوزراء، لكن قوات من الشرطة طوقت المقر ومنعته من الوصول إلى البوابة الرئيسية، وبالترافق مع اجتماع طارئ دعا إليه رئيس الوزراء لبحث الأزمة السياسية، تنادى المعتصمون للانتقال إلى مباني مجلس الوزراء في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط لإجبار السلطة على التجاوب مع مطالبهم التي على رأسها حل الحكومة. هذا وقالت مصادر موثوقة إن وزير الداخلية أصدر توجيهات مباشرة لمسؤولين في رئاسة الشرطة لإبعاد المعتصمين عن محيط المبنى، قبل أن تشير إلى أن عدد المتجمعين لم يكن كبيرا، وأفادت أن الخطوة جاءت استجابة لمنظمي الاعتصام الذين طالبوا بالانتقال إلى مقر مجلس الوزراء من خلال المنصة المنصوبة أمام البوابة الرئيسية للقصر الرئاسي. أوقفتك لكي نكمل الصورة هنا، وكانت هناك أيضا يعني محاولة من الشرطة لمنع تمدد المعتصمين إلى مجلس الوزراء، خصوصا أنه كان هناك اجتماعا منعقدا. الآن اكتملت الصورة، كيف تعلق؟ أنا في تقديري أن الطرف الذي يميل إلى اتجاه التحرش
بالطرف الآخر، ويميل إلى التهديد والوعيد، ويميل إلى استخدام وسائل العنف. الآن هو الطرف الذي يقبع أمام القصر الرئاسي، ولذلك هذا الطرف عندما أعلنت قوى الثورة السودانية عن أنها ستخرج مواكب في 21 أكتوبر، أعلن مباشرة أنه سيشترك في هذه المسيرات أيضا أو هذه المواكب، رغم أن الطرف الآخر نأى بنفسه عن مواكب 16 أكتوبر. أنا في تقديري أن هناك رغبة في حدوث احتكاكات بين الأطراف، وهذه الرغبة توجد لدى الطرف هذه المجموعة التي تمارس الاعتصام الآن أمام القصر الجمهوري. ما تم في مجلس الوزراء أيضا هو تأكيد عملي على أنها تريد. من الذي يرغب في وضع احتكاك ما بين الشارع؟ أنا في تقديري أن الذي يرغب هو الذي يريد أن يقول أن هناك حالة من الاشتباك والانفلات الأمني، وحالة من الأوضاع غير المستقرة والآمنة في البلاد، وينبغي أن يتدخل طرف آخر. يعني هذه الفخاخة المنصوبة بعناية تريد أن تقول. لكن أستاذ الجميل، عندما ترسم مسارا لموكب 21 أكتوبر يمر عبر القصر الجمهوري وهنا اعتصام، هذا تحليلا يؤدي بالتأكيد أن توقع الأسوأ، توقع أن تحدث مشاهد دموية كبيرة جدا ويستباح هنا دم المواطن السوداني، هذا ما نتحدث عنه. أنا أعلم تماما أن هذه المجموعة التي وضعت خط سير وبرنامج وجدول وهكذا هي تريد أن تتحقق هل القصر الرئاسي يتعامل مع الكافة بذات المعايير، أم أن لديه كيل بمكيالين، أم أنه يعاني من علة ازدواجية المعايير. هل لتحقيق هذه المتطلبات يستباح دم الإنسان السوداني؟ أنا لا أدري كيف تقفز إلى مسألة الدم. يعني أنا هذا المكون ظلت التجربة تقول أنه يواجه في حالة الثورة يواجه كافة أدوات العنف باللا عنف، يواجه بالسلمية التي هي صارت حديث العالم وشهد له لهذا هذا المكون الثوري، يعني قد شهد له العالم بأنه هو الحراك الأكثر سلمية على مستوى كوكب الأرض. وأعتقد أن التجربة السودانية لذلك تم وضعها في مصاف الثورة الفرنسية، في مصاف الثورات العالمية الكبرى. أنا لا أتصور أن هؤلاء الشباب الذين واجهوا آلة القتل بالصدور العارية سيذهبون في اتجاه الاحتكاك والالتحام وممارسة عنف. الطرف الآخر أغرب إلى عقيدة عنفية خارج من مشكات ما يعرف بالكفاح المسلح، هؤلاء هم رواد الكفاح السلمي. طبيعة التكوين النفسي والسايكولوجي للمجموعتين مختلف بطبيعة الحال، لكن أنا في تقديري فقط الرسالة هي لمجلس السيادة الانتقالي، لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، لنائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، لماذا تكيلون بمكيالين؟ لماذا تزدويون في المعايير؟ لماذا ترفضون للقانونيين والمحامين أن يسلموا فقط ورقة مذكرة وتسمحون للآخرين؟ هذه أسئلة مشروعة الآن نحن تسمح لهم الزبائن. هذه أسئلة نحن مشروعة. نحن نريد أن نأتي إلى القصر الرئاسي، هل ستمنعوننا عن وصول القصر الرئاسي كما فتحتم أبوابه للآخرين؟ اسمح لي هذه الأسئلة. هذه أسئلة مشروعة قلت لك، لكن اسمح لي هنا، نحن الآن نتحدث عن وضع من خلال القراءات والتحليل الذي نحن نستند عليه. إذا مر هذا الموكب بالقصر الجمهوري بالتأكيد ستحدث اشتباكات بين المدنيين هنا، بين المواطنين، وهذا حتى إن كي لا نأتي مرة أخرى ونعود بقصص كانت حادثة في الاعتصام السابق، كي لا نتحدث عن أنه كان هناك مجموعة مندسة كانت تحمل أسلحة، الآن نحن نحاول أن نجنب البلاد مجزرة دموية، ما المطلوب هنا؟ شوف، أنا دار أقول لك، إذا أنت طلعت في حال الثورة وعندك أهداف بتاعة ثورة وهناك محاولة لاختطاف هذه الثورة ومحاولة لإحداث ردة على الثورة، مسألة أن تسقط شهيدا أو أن تموت أو هكذا لا تصبح هي القضية الأولى. هذه الثورة منذ 19 ديسمبر في العام 2018 ظل يتساقط فيها الشهداء باستمرار ولا تقف، كلما كان هناك دم كلما زاد هناك وقود لهذه الثورة والحراك. أنا في تقديري أن الثوار أصلا لا يضعون في اعتباراتهم، هم فقط اختاروا نهج أنهم لم يمدون يدهم بعنف إلى آخر، لكن لو أن الآخرين أرادوا أن يعتدوا عليهم يصبح هذا شأن الآخرين ويصبحوا في محكمة التاريخ، هم أمام هذا الواقع. لذلك مجزرة القيادة العامة هي فعل من طرف واحد،
هي ليست تبادل لإطلاق نار ما بين طرفين. صحيح. لكن طيب. هنا أنا أتحدث عن هناك ضحايا عن إلا أن هذا حتى هذه اللحظة طبعا هناك تحقيقات وما إلى ذلك، وهي واحدة من متطلبات تحقيق الأهداف الإيجابية لثورة ديسمبر. لكن أنا أتحدث هنا عن لا أقصد أن يتم مصادمة هذا الموكب بقوات نظامية، أنا أتحدث عن أن تحدث اشتباكات ما بين المواطنين. أنا أتحدث عن المنطقة التي تتحدث به. المنطقة التي تتحدث به يقول كان ما كان ينبغي للدمازين أن تخرج في 13 من ديسمبر لأنها تجنب هؤلاء الشباب من الموت. كان ينبغي أن لا تخرج عضرة في 19 من ديسمبر في العام 2018 حقنا للدماء والأرواح بهذا المنطق. لو أننا تحدثنا بهذه الكيفية لم تكون هناك ثورة على الإطلاق. هذه الثورة لا بد أن يكون لها ثمن، وهذا الثمن هي أرواح غالية وعزيزة، وكل من خرج من بيته في غضون تلك الثورة كان يدرك ربما يكون هو شهيدا. الآن طالما إن أهداف الثورة قائمة وهناك مخاطر تهدد الثورة السودانية، وهناك محاولة لاختطاف هذه الثورة وتجيرها لعودة عناصر النظام القديم أو لعودة الواجهة العسكرية إلى الحكم أو لدخول أغراض وأهداف لا علاقة لها بالمشروع الذي خرج من أي هؤلاء الشباب وكان حلمهم الرئيس، أنا في تقديري أن هذا يجعل قد عدنا إلى المربع الأول من جديد. وبالتالي الذي يؤمن بقضية يجب أن يكون وأن ينتظر. الاحتمالات كلها مفتوحة، عندما تخرج إلى الشارع هناك عدة احتمالات، إما أن تذهب إلى السجن، إما أن تذهب إلى القبر، ألا يمكن أن تكون هناك مسارات أخرى غير مسار القصر الجمهوري تجنب مثلا القصر لمن؟ من الذي يملك القصر؟ من الذي هذا سؤال مهم. أنا عندما أقول أني سأصل القصر أنا لي هذا اختبار، هذا اختبار للسلطة. أنا لابد أن أضع السلطة على المحك. أنا أعتقد أن سلطة تميز بين المواطنين وتعامل هذا برفق يلين وتوفر له الذبائح وتبسط له العطايا والهبات وتفتح له الطرق وتحتج لو أن الشرطة أرادت أن تمنعه من الذهاب إلى مجلس الوزراء يحتج هذا الطرف ويقول دعوهم يدخلوا مجلس الوزراء ويفعلوا ما يشاءون. عندما يأتي ثوار ويقولون نحن نريد أن نصل القصر الجمهوري، أنت تقول لهم لا، أنتم لا يجب أن تسحبوا هؤلاء فقط هم الذين أصحاب القصر الجمهوري. كنت أتمنى أن يكون هذه الصورة كنت أتمنى أن يكون البرنامج فيه مساحة ضيف آخر يمثل السلطة والقوات النظامية كي يرد على هذا الشيء. الآن أنا أحتاج إلى الخروج بعدم وجود خسائر بشرية في الأرواح مثلا. اعطيني بعض التوصيات للجهات للقوات النظامية لحماية الموكب الذي سيخرج يوم 21 أكتوبر، وحماية حتى المعتصمون داخل القصر الجمهوري من أي مشاكل يمكن أن تتطور إلى مجزرة دموية. ما هي التوصيات؟ نحن لابد أن نضع هذه السلطة التي تدعي أنها داعم للتحول الديمقراطي وتدعي أنها حريصة على الحفظ على مكاسب الثورة السودانية، لا بد أن نضعها أمام واجباتها المباشرة، ولا بد أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة. وهي السلطة الآن على المحك. عندما يأتي هؤلاء الثوار إلى بوابات القصر يفترض أن تقوم الدولة ببسط حمايتها عليهم كما فعلت بالنسبة للآخرين. أعتقد أن موقف وزير الداخلية الفريق أول عصمت أنا أعتقد أنه موقف مشرف، عندما حدث أو يشاع بأنه قد حدث تلاسن بينه وبين وزير المالية الذي احتج على أن تقوم قوات الشرطة بحماية مجلس الوزراء، وقال أن هذا واجب المباشر ولا بد أن يمنع الاعتداء على منشآت الدولة. وأنا في تقديري هذا موقف للتاريخ، يحسب للفريق أول عصمت كوزير للداخلية أنه عمل وفق الدستور، أنه عمل بواجب حماية المنشآت العامة، وأنه أمن وجود مجلس الوزراء حتى يعقد جلسته دون أن تحدث. لكن السؤال لماذا أحد أعضاء مجلس الوزراء نفسه يحرص على أن يدخل آخرون إلى مجلس الوزراء وأن يحدثوا أثناء جلسة اجتماع مجلس الوزراء ما يريدون أن يحدثونه، ويحتاج فقط على منعهم من دخول لحظة انعقاد المجلس أن يمنع أن يرفض أن يقوم وزير الداخلية بواجب. أنا في تقديري أن هذه الصورة صورة تميز الأشياء. نحن الآن في لحظة من التاريخ، التاريخ يكتب نفسه. أنا في تقديري كل من اختار خندقا أو موقفا أو منصة هو الآن تحت أضواء وحكم التاريخ. المجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، الآن هم على المحك. أعتقد أن الاختبار أمامهم اختبار قاسي وصعب، لابد أن يؤكدوا
أنهم الآن ينظرون إلى الجميع من مسافة واحدة، لا بد أن يؤكدوا عمليا أنهم غير منحازون لطرف على حساب طرف. هذه المواقف هي التي تحدد، وبالتالي يفرش الطريق بالورد والرياحين لمجموعة إلى القصر، ويمنع الآخرين وتوضع الأشواك في طرقهم ولمنعهم من الاقتراب. بالتالي هذه القضية قضية تصنف وتحدد إلى أين أنت تقف في محكمة التاريخ. عموما نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب هذه البلاد ويجنب مواطنيها أي فتنة أو أي مشهد دموي يمكن أن يعصف أو يزهق بأرواح كثير من المواطنين الأبرياء، ونسأل الله كذلك أن تتحقق هذه الغاية التي تحدث عنها جميع القوى السياسية بالتحول المدني الديمقراطي الذي تحتاجه البلاد. نذهب بكم إلى وكالة السودان للأنباء، ومنها نقرأ: رئيس الوزراء يلتقي بوفد مبادرة القوى المدنية بولاية البحر الأحمر. في التفاصيل، إذ التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بوفد مبادرة القوى المدنية بولاية البحر الأحمر، حيث حيا رئيس الوزراء في بداية اللقاء وفد الولاية وشكرهم على اهتمامهم ومبادرتهم. ودار النقاش خلال اللقاء حول الأوضاع المتأزمة بشرق السودان وولاية البحر الأحمر على وجه الخصوص، وسبل معالجة مطالب المحتجين لفتح الطرق والميناء وعودة الحياة إلى طبيعتها. وتناول ممثلو الوفد معاناة أهل الولاية تحت ضغوط الظروف الحالية وتوقف النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار السلع الضرورية وندرتها، ودعوا الحكومة المركزية لسرعة التحرك لمعالجة الأوضاع الصعبة بشرق السودان. وأكد الوفد تفاؤله بنتائج زيارة وفد بعثة اليونتمس وما حققته من تقدم في طريق الوصول لحل سريع وعاجل. وختم رئيس الوزراء اللقاء بتأكيد اهتمام الحكومة بأوضاع شرق السودان واعترافها بالمطالب العادلة في الخدمات والتنمية والمشاركة السياسية، وأكد تواصل الحوار مع ممثلي المجلس الأعلى لنظارات البيجا، معربا عن تصميم الحكومة بالتوصل لحل سريع يرفع المعاناة عن أهل الولاية وكل أهل السودان. إذن لقاء رئيس الوزراء بوفد مبادرة القوى المدنية بولاية البحر الأحمر، خصوصا أنه كانت هناك طبعا تصريحات كبيرة جدا من المجلس الأعلى لنظارات البيجا برفض المكون المدني، لكنهم أجمعوا على الرضا التام عن رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، وكان هذا تصريحا للرئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعمادات المستقلة عبر التلفزيون القومي الناظر محمد الأمين ترك، بأنهم يثقون جدا في رئيس الوزراء. الآن ما المطلوب لحل هذه الأزمة بأسرع فرصة ممكنة؟ يعني أنا في تقديري أن يبدو أن الشرق يتململ، ويبدو أن الأزمة قد بدأت تنخر في اللحم الحي للإنسان في حياته اليومية، في معاشه، في ترتيبات أخرى. الآن أهل الشرق يدفعون هذه الفاتورة الغالية في سبل كسب عيشهم، في القلاء الفاحش الذي أصاب بعض السلع الاستراتيجية والضرورية والحياتية، وبالتالي الضغوط ذهبت إلى أن تبلغ رأس هذا الحراك الناظر سيد محمد الأمين تريك. أنا أرصد أن كمراقب أرصد أن الناظر تريك قد بدأ بالتراجع إلى درجة كبيرة، خطابه بدأ أكثر ليونة، بدأ أيضا يتغزل أو يخاطب رئيس الوزراء بلهجة ولغة تختلف عن لهجته الأولى. الآن يبدو أنه قد بدأ يجلس على عقله قليلا، يعني بعد أن كان ينطلق ويتحدث بأحاديث عاطفية أكثر منها أحاديث عقلانية. أعتقد أن الحراك الدولي حول البحر الأحمر أيضا له تأثيرات في هذه القضية. بعثة اليوني تامس قضت نحو 72 ساعة في بورت السودان، لاقت مختلف الأطراف والجهات، يبدو أنها أيضا قد أبلغت رسائلها بالطريقة التي تعلمها، وهناك اتصالات، خاصة قرار مجموعة الترويكا، بريطانيا، النرويج، الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالشرق، ولوحت بأن هذه القضية ليست من القضايا التي يمكن السكوت على تفاعلاتها بهذه الكيفية. البدائل التي بدأت الحكومة في طرحها في استخدام موانئ أخرى لتدفق وانسياب السلع، وبالتالي يستعاض عن هذا الميناء الرئيس، يعني كلها يعني ترتيبات يبدو أنها لم تكن في حسبان مجموعة المجلس الأعلى لنظرات البيجة والعموديات المستقلة. الآن لابد أن تستدرك أمرها، هي تواجه ضغط داخلي من قبل أهلها في الشرق أنفسهم الذين مبادرة المجتمع المدني في القضارف. في تقديري أن هناك نقاط كثيرة خسرها
الناظر سيد محمد الأمين تريك. أنا في تصوري الآن المشهد الإيجابي الذي بدأ لصورة سيد محمد الأمين تريك في الصورة الذهنية حوله في الإعلام التي يريد صناعتها من جديد، يعني هو ذهب إليها مضطرا لا بطلا، وهذا مؤسف. يعني عندما ارتطم بالحائط وجد أن النتائج غير إيجابية، بدأ شكل من أشكال التراجع من قبله. لو أن الحكومة، حكومة التنفيذية في الخرطوم، ظلت تراقب مشهد الشرق ولا تتدخل فيه، هذا سيغلق محمد الأمين تريك أكثر. الآن في هذا الوقت الذي يقول أنا أنتظر فقط مبادرة من رئيس الوزراء، لو أن رئيس الوزراء لاز بالصمت وسكت ومجلس الوزراء لم يحرك ساكن، سنشهد أن الشرق نفسه سيمارس ضغط على المجلس الأعلى للنظر، لأن الشرق هو الذي يعاني الآن. هناك أكثر من 13,000 شخص يعني هم يعتمدون في حياتهم اليومية على هذا الميناء، عمال الشحن والتفريق، ما يعرفوا بالكلات. هناك السوق في مدينة درسودان وفي مدن الشرق الأخرى بدأ يتأثر بشكل مباشر بعدم تدفق المواد إلى برسودان. برسودان مدينة تقوم على هذا السئل. إذن هذا الإغلاق بالتأكيد نتفق على أن كل الأطراف فيه خاسرة. لماذا أهل الشرق لديهم مطالب والجميع يتحدث والحكومة المركزية بنفسها أقرت بأحقية هذه المطالب؟ ما هي الخطوة المثلى التي يمكن أن ترضي جميع الأطراف لحساب هذا الوطن؟ ولم ينكر أحد تاريخيا أن الشرق يعاني من أزمات ومن مشكلات، ويعاني من جوع ومن فقر ومن مرض. والشرق أيضا يعني كان وجه هو الطرف الأكثر إهمالا وأكثر تهميشا في السودان. لكن قضايا الشرق كان ينبغي أن تعالج بشكل غير هذا الأسلوب والطريقة. أنا في تقديري أن العنتريات التي مورست بها هذه القضية هي تندرج في سيناريو آخر لجهات أخرى. نظر سيد محمد الأمين تريك في تقديري أنه جزء من استراتيجية آخر لا علاقة له بالشرق، وقد التزم بهذا الدور وأدى هذا الدور وبدأ يشعر بالخسران. أنا نرجو أن تجبني على سؤال أستاذ الجميل، ما هي الخطوة المثلى التي يمكن أن تحقق المصلحة العامة للوطن؟ كيف يمكن معالجة هذه القضية بأسرع فرصة ممكنة بإيجاز إذا سمحت؟ أنا في تقديري أصلا هذه الخطوة بدأت في اتجاه الانفراج، ولا سبيل سوى أن يذهب المجلس الأعلى لنظرات البيجا، رغم أنه يريد أن يحفظ ما وجهه ويتحدث بلغة فيها نوع من التصعيد. هناك سلطان في المجلس الأعلى لنظرات البيجا، عندما تستمع إلى مقرر المجلس يبدو أن له ارتباطات أخرى بجهات أخرى، يتحدث بلغة مختلفة عن حديث الناظر تريك في ذات اليوم. وبالتالي أنا في تقديري أن رغم هذه الضغوط الجميع سيضطرون لقبول الحل والجلوس والتفاوض والوصول إلى نتيجة. هذه النتيجة أتت بثمرة رب ضارة نافعة، أتت بثمرة أن يكون هناك مؤتمر عالمي يشارك فيه مانحون دوليون لتنمية الشرق، لإخراج الشرق من وحدته، لمعالجة الأزمات التاريخية المستفحلة في شرق البلاد. هذا المؤتمر سيقوم بحلحلة كثير من المشكلات، سيغير المعادلة في الشرق لو أنه نفذ كما قال رئيس الوزراء، أنه قد تلقى تأكيدات من جهات بأن هذه، أنا أعتقد أن هذه هي الضارة النافعة. هذا من جانب، لكن هناك أضراء، هناك فاتورة سيدفعها الميناء نفسه في المستقبل، سيدفعها أهل الشرق في المستقبل أو دفعوها إلى الآن. وأنا في تقديري أن مناطحة الدولة هذا فعل صعب في التاريخ، يعني آليات الدولة من الصعب جدا أن تواجه قبيلة، أن تواجه مجموعة، أن يواجه أشخاص أيا كان نفوذهم وشعبيتهم، لا يستطيعون أن يصبح كناطح صخرة ليهنها فأوهى قرنه. نعم وضحت هنا الرؤية. ولضيق الوقت ننتقل إلى صحيفة هلالنا، ومنها نطالع: مدرب الهلال يهاجم التحكيم والاتحاد الإفريقي. في التفاصيل، إذ أبدى البرتغالي ريكاردو فورموزينيو المدير الفني للهلال دهشته من إجازة الاتحاد الإفريقي لكرة في أرضية ملعب مباراة الأمس التي جمعت الأزرق ومضيفه ريفرز يونايتد النيجيري في ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة أبطال إفريقيا، والتي خرج منها الهلال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل. وأكد ريكاردو خلال حديثه للمركز الإعلامي أن أرضية ملعب الهلال أفضل بكثير من نظيرتها في نيجيريا، مشيرا إلى أنها تسببت في التأثير بصورة سيئة في حركة الفريق وتناقل الكرة. وشن المدير الفني للهلال هجوما على طاقم التحكيم الذي أدار مباراة الأمس، منوها إلى الظلم الكبير الذي تعرض له الأزرق بسبب الاستهداف غير المبرر الذي وجده من قاضي الجولة. ومضى فورموزينيو
قائلا: أمام ريفرز شاهدت أسوأ تحكيم في حياتي، وقد انتهشت للظلم الكبير الذي لاقاه فريقنا، وهذا الأمر محير جدا. في كل عام أستاذ الجميل الفاضل نتحدث عبر وسائل الإعلام عن أن الأندية السودانية ليس فقط الهلال تتعرض لضغوطات تحكيمية غريبة جدا، تتعرض لقرارات غريبة جدا حتى عبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، وهو الآن الاتحاد الأفريقي منع أن يلعب الهلال في ملعبه الجوهرة الزرقاء، هو أفضل ملعب في السودان، و يعني سمح لريفرز يونايتد باللعب على أرضه، ووصفها هذه الأرضية المدير الرياضي أو مدير الفريق المدرب ريكاردو فورمازينيو بأنها أرضية سيئة جدا. إلى متى سيتعامل الاتحاد الأفريقي بالمكيال بمكيالين والضغوط على والضغط على الأندية السودانية في قرارات كثيرة جدا؟ تصوري أن الأزمة في الكرة في كرة القدم الأفريقية هي أزمة ذات أبعاد كثيرة ومتداخلة. الاتحاد الأفريقي الكاف يتهم باستمرار بأنه لا يتحلى بالنزاهة الكافية في التعامل مع الدول المختلفة ومع الأندية المختلفة. الصحيح أن الاتحاد الأفريقي مقره بالقاهرة، وأيضا يبدو أن لهذا المكان عبقرية ما لها تأثيرات على هذا الاتحاد بشكل أو بآخر. معلوم أن اختيار الحكام ونوعية الحكام الذين في العادة يديرون ويحكمون مباريات الأندية السودانية والمنتخب الوطني السوداني يصبح حولهم رأي، وفي العادة تتكرر بعض الوجوه في إدارة مباريات نادي، خاصة نادي الهلال هو النادي الأكثر مشاركة في البطولات الاتحاد الأفريقي. ويبدو أن ريكاردو فورمازينهو تجربة أولى له في الغارة الأفريقية. مجاهيل هذه الغارة مجاهيل غريبة، يبدو أنه قد اصطدم بواقع لم يعش مثله في دوريات الأوروبية أو غير ذلك. بالتالي عليه التحلي بالصبر ومحاولة إدراك أن هذه الاحتمالات ستظل قائمة في مواجهة الأندية السودانية. في مواجهة المتهم الهلال. الأول هنا في ضعف القرارات التي تتخذها أو القرارات الجائحة في حق الأندية السودانية والمنتخب الوطني في القارة الإفريقية هو الاتحاد السوداني لكرة القدم. الجميع يوجه ألسنة اللوم على الاتحاد وضعفه وعدم قدرته على فرض السودان كإعطاء حقه. ما المطلوب هنا من الاتحاد السوداني؟ الغريب في الأمر أن السودان هو من ثلاثة دول هي التي أسست الاتحاد الأفريقي. السودان فقد سيطرته بالكامل. هذا الاتحاد يدار عبر منظومة تحكم خارجي في هذا الاتحاد، اتحاد الكاف. وأعتقد أن هناك دول الآن لها يد طولة في قرارات هذا الاتحاد وفي اختيارات هذا الاتحاد. السودان عليه أن يعمل بجد لكي يستعيد نفوذه ووجوده، طالما الآخرين لا يتحلون بنزاهة يجب أن يعمل الاتحاد السوداني على صحيح أننا في تجربة سابقة أدخلنا بعض العناصر في لجان الاتحاد وترأس البعض لجان الاتحاد، لكنهم أيضا قد انخرطوا في ذات العقلية التي يدير بها الاتحاد شؤون الكرة في الغارة، ولم يقدموا للسودان شيء فيما يتعلق حتى بمشاركتهم في لجان الاتحاد. الآن أنا أعتقد أن الاتحاد المنتخب الجديد يجب أن يراعي كيف أن يضع خطة متكاملة واستراتيجية لكيف يمكن أن يكون للسودان وجود داخل الكاف وأن يكون في مواقع مؤثرة لكي يبسط حماية حتى على الأندية وعلى المنتخب. نعم، وقتي معك انتهى. أعتذر جدا. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ الجميل الفاضل، أشكرك على هذه القراءات. شكرا محمد. شكري لك موصول، وشكري لكل الذين تابعونا عبر هذه الحلقة. إلى اللقاء.